تنفيذا لأمر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد العلى النائب الأول رئيس مجلس الوزراء بتوزيع 5000 وحدة سكنية، وذلك في إطار التوجيهات الملكية السامية، أعلن المهندس باسم بن يعقوب الحمر وزير الإسكان الشروع في توزيع وحدات المرحلة الأولى لمشروع إسكان ضاحية الرملي. قال المهندس باسم الحمر إن تسليم وحدات المشروع يأتي ضمن مشاريع مدن البحرين الجديدة، وذلك بعد أن تم افتتاح مشاريع مدن سلمان وخليفة وشرق الحد وتسكين المواطنين في تلك المدن الجديدة، مشيرا إلى أن تلك الخطوة تضاف إلى إنجازات الحكومة الموقرة الرامية إلى تنفيذ أمر حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ببناء 40000 وحدة سكنية. أوضح وزير الإسكان أن مدن البحرين الجديدة تمثل ركائز خطة الوزارة لتنفيذ أمر بناء 40000 وحدة سكنية والمنبثق عنها برنامج الحكومة السابق والحالي، مشيرا إلى أن مواصلة بناء وتسكين تلك المدن بالإضافة إلى مبادرات الوزارة في تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص والتي تحظى بدعم كبير من الحكومة الموقرة تسهم جميعها في تنفيذ الالتزامات الإسكانية، ومنها العمل على توفير 25000 وحدة سكنية. لفت الوزير إلى أن تسليم وحدات المرحلة الأولى لمشروع ضاحية الرمل يأتي بعد تفضل معالي الشيخ خالد بن عبد الله الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للمشاريع التنموية والبنية التحتية بافتتاح المشروع خلال احتفالات المملكة بالعيد الوطني المجيد، حيث اكتملت جهوزية الوحدات بنسبة 100%. كما أنهت الوزارة أعمال البنية التحتية الثانوية إذانا ببدء تسكين المواطنين بالمشروع. اليوم ولله الحمد وتنفيذا لأمر صاحب السمو الملكي ولي العهد بتوزيع 5000 وحدة سكنية، شرعنا في تسليم عقود وحدات المرحلة الأولى لمشروع إسكان ضاحية الرملي، واللي إن شاء الله راح يمتد حتى نهاية هذا الشهر الحالي. طبعا اليوم وصولنا إلى هذه المرحلة من تسليم العقود له أهمية خاصة بالنسبة للمواطن، وصل إلى المرحلة النهائية للسكن، استلامه وسكن في وحدة السكنية. بالنسبة لنا احنا في وزارة الإسكان أن تسليم عقود مشروع ضاحية الرملي نكون وصلنا إلى تسكين المشروع الرابع ضمن مشاريع مدن البحرين الجديدة بعد افتتاح وتسكين مدينة سلمان ومدينة خليفة ومدينة شرق الحد. يبقى طبعا هذا هو المشروع الرابع، وإن شاء الله احنا في وزارة الإسكان راح نواصل العمل لإنجاز حزم جديدة من المشاريع الإسكانية لتنفيذ أمر سيدي صاحب الجلالة بتنفيذ وبناء 40000 وحدة سكنية واستكمال ما تم الاتفاق عليه في برنامج الحكومة الحالي. والله هي فرحة ما تنوصف، هو مستقبل عياله والأمان، يعني يستقر هو وأهله في السكن المريح، والحمد لله ما قصرت القيادة الرشيدة وفرت لنا هذه الأشياء تحافظ على يعني المسكن المريح والآمن حق مواطنينها. وبلا شك أن الفرحة الواحد يتمناها حق الكل طبعا، وشلون إذا جات حق يعني حق نفسه هو. فالحمد لله الحمد لله، ونشكر أيضا وزارة الإسكان سعيها ومجهودها بهذه المناسبة. تلقينا الخبر أمس، خبرت الأهل والحمد لله أمور طيبة وما قصروا وزارة الإسكان، واستلمنا العقود اليوم. إسكان ضاحية الرملي مشروع متكامل يشكل إضافة متميزة إلى الإنجازات التي تحققت في العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل للبلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وخطوة كبيرة نحو تنفيذ أمر جلالته السامي ببناء 40000 وحدة سكنية جديدة. طبعا هذا المشروع يشمل على 1261 وحدة سكنية بالإضافة إلى 3200 شقة. الوحدات السكنية أو البيوت تم تنفيذها على هيئة أحياء سكنية، كل حي يشمل على
خدمات الحي في منطقة المتوسطة، واللي تشمل المسجد المحلي بالإضافة إلى المحلات الصغيرة وحديقة حق الأطفال في المنطقة، بالإضافة إلى الخدمات الأساسية في اللي تخدم كل المشروع مثل المجمع التجاري، المدارس وغيرها من الخدمات اللي تحتاجها المشاريع الإسكانية واللي توفرها الوزارة في كل المشاريع. هذا المشروع والذي يعتبر رابع المشاريع التي تنفذها الوزارة يعد إضافة نوعية للمشاريع الإسكانية التي تم إنشاؤها خلال الفترة الماضية، من حيث الموقع والطاقة الاستيعابية التي تبلغ أكثر من 27 ألف نسمة، بالإضافة إلى نوعية الوحدات والخدمات التي يتضمنها، فضلا عن سرعة الإنجاز المتحققة في تنفيذ هذا المشروع. اختيار المشروع في هذا الموقع أدى إلى تطور عمراني متكامل في المنطقة. ما يميز هذا المشروع أن من البداية إلى النهاية تمت أعمال التصميم على أيدي كوادر بحرينية وطنية، وتم كله في وزارة الإسكان وبالتنسيق والتعاون مع كل الجهات الخدمية الثانية، ولذلك لضمان ربط المشروع مباشرة بعد الانتهاء من أعمال التنفيذ. مشروع ضحية الرملي بما يحتويه من مرافق وعدد الوحدات والشقق السكنية بالإضافة إلى الخدمات المتوفرة بالمشروع كان كفيلا بإدراجه ضمن تصنيف مدن البحرين الجديدة. خولة القرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.